بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. النهاردة معانا إجابة امتحان محافظة كفر الشيخ، إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وده هيكون من كتاب ملحق الامتحان صفحة 52 و53 و54. يلا يا أولاد مع بعض عشان نبدأ حل الامتحان. وأول حاجة معانا أولا التعبير. السؤال الأول إجباري، اكتب برقية عزاء لشهداء الوطن. سؤال البرقية هنعمل مربع، نكتب فيه اسم المرسل إليه، عنوانه في اليمين، تحت في الشمال هنكتب اسم المرسل وعنوانه. بعد كده هنكتب مضمون البرقية، ممكن نقول قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ممكن أقول حاجة تانية غير الآية القرآنية، ندعو الله أن يتغمد شهداءنا بالرحمة. بعد كده بيقول لي اكتب في موضوع واحد من الموضوعين الآتيين، السخرية من الآخرين والظن والتجسس والغيبة أمراض اجتماعية خطيرة يجب الامتناع عنها ومقاطعتها. الموضوع الثاني للرياضة دور عظيم في بناء الشباب عقليا وبدنيا، فأنا هختار موضوع من الاثنين وأبدأ أكتب فيه. سنعمل القراءة من كتاب القراءة ذي الموضوعات المتعددة وكتاب القصة من موضوع من قصص القرآن الكريم. خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت جائعا ومريضا، فأمر الله النباتات أن تنمو لإطعام نبي الله وحمايته من حرارة الشمس. مرادف حمايته رعايته، ده صح وغلط. وغدر يونس عليه السلام من قريته بإذن ربه، غلط. كيف خرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت؟ الإجابة في القطعة اللي معانا، خرج من بطن الحوت جائعا ومريضا. من قصة عقبة ابن نافع، ده علامة صح أو غلط؟ مدينة تهريت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم، صح؟ نصح ملك طنجة عقبة التوجه إلى السوس الأدنى، بعد كده الأقصى. لماذا أحسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟ لأنه كان لا يدمر قرى أو شر للمسلمين ولا يناصبهم العداء. بننتقل بعد كده يا أولاد لسؤال خمسة، القراءة متحررة المحتوى. تخرج خالد في كلية الزراعة وقدم أوراقه ليحصل على قطعة أرض في الصحراء ليزرع. تسلم خالد قطعة الأرض وكانت 5 أفدنة، خصص بعضها لمحاصيل الشتاء مثل الكوسة والبصل والجرجير، وبعضها لمحاصيل الصيف مثل الذرة والفول الأخضر والفلفل، وجعل جزءا للصوب الزراعية تنتج الخيار والطماطم والفاصوليا مستخدما أحدث الأدوات الزراعية. فتنوع الإنتاج الوفير، كافح خالد حتى أصبح من كبار المصدرين للمحاصيل الزراعية، وسافر إلى معظم بلاد أوروبا وأسيا بدعوة منهم، وكان خير سفير لمصرنا الحبيبة. ألف اختر الإجابة الصحيحة. من محاصيل فصل الصيف الفلفل. 2 أصبح خالد من كبار المصدرين للمحاصيل الزراعية لأنه كافح واستخدم أحدث الأدوات الزراعية. ب ضع عنوانا مناسبا للفقرة، فنقول مثلا قصة كفاح. ثالثا النصوص، أجب عن سؤالين منهما الأول، يبقى السؤال الأول إجباري، من نص حق الآخر؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. ألف اختر الإجابة الصحيحة. مرادف يسخر يعني يهزأ، جمع قوم أقوى. باء عما نهى الله المؤمنين في الآية الكريم، نهم عن إيه؟ عدم السخرية والاستهزاء من الآخرين، عدم العيب في الآخرين، عدم نداء الآخرين بألقاب يكرهونها. جيم يا أيها الذين آمنوا أسلوب نداء، برضه تعظيم. خلق الله الناس من أب واحد وأم واحدة فلا تفاضل بينهم في النسب، وجعلهم الله شعوبا وقبائل متعددة. اكتب من ما حفظت ما يعبر عن هذا المعنى. أن أقول قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سؤال 7 من نص التعاون، يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة، فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف نضب، جاف، مضاد معمورة، معمورة قلنا يعني مليئة أو عامرة، وعكسها مهجور. ب اشرح البيتين بأسلوبك. سنقول يتحدث أو تتحدث الأبيات عن قرية كانت تعيش في غنى ورخاء وسعادة، وفجأة جف الماء ف
الفساد وانتشر الهم والحزن. جيم الجمال في الجمع بين معمورة ومغمور، طبعا ايه بينهما ايقاع موسيقي يطرب الاذن. هات من النص ما يدل على نصيحة الشيوخ للشبان. تقول له ايه؟ نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر. سؤال 8 من نص تواضع سيدنا عمر: يا رافع راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقي البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. اختر الإجابة الصحيحة. 1 مضاد الخلاف الوفاق. 2 مرادف رافعا معليا. ب اشرح البيتين بأسلوبك شرحا أدبيا. فنقول: يتحدث الشارع عن تطبيق سيدنا عمر لمبدأ الشورى، ويدعو رعيته وخلفائه بتطبيق هذا المبدأ لأنه يحقق نهضة للبلاد، بعكس الانفراد بالرأي فإنه يؤدي إلى ضياع البلاد والأمة. جيم الجمال في قول الشاعر: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، وهنا تصوير يا أولاد للبلاد بأشخاص تشقى وتتعب. دالي رافع راية الشورى أسلوب نداء، غرضه التعظيم. رابعا النحو: إن التحلي بالأخلاق الفاضلة صفة يجب أن يحرص عليها كل إنسان، فمن خلالها تنتشر المحبة وتهجر الذنوب ويعم السلام، فمن يسعى نحوها ينال نصيبه منها. فعليكم أيها الأبناء أن تجاهدوا النفس وتجعلوا السلوك السيء فعلا طيبا. ألف أعرب ما تحته خط: إن التحلي بالأخلاق الفاضلة صفة، إن واسمه فين خبرها صفة، يبقى خبر إن مرفوع بالضم. أن يحرص عليها كل إنسان، أي حاجة بتجي بعد كل أو جميع أو معظم ترى مضاف إليه، ومضاف إليه مجرور بالكسر. فمن خلالها تنتشر، إلا تنتشر المحبة، يبقى المحبة فعل مرفوع بالضم. وتجعله السلوك السيء فعلا طيبا، تجعله فعل وفاعل، سلوك مفعول به أول، السيء دي صفة للسلوك منصوب بالفتحة، فعلا مفعول به تاني منصوب بالفتحة، طيبا صفة لفعلا منصوب بالفتحة. باء استخرج من الفكرة السابقة: فعلين أحدهما للشرط والآخر للجواب. احنا عايزين أسلوب شرط، فعندنا أسلوب الشرط يا أولاد هنا: فمن يسعى نحوها ينال نصيبة منها. من أداة الشرط، يسعى فعل الشرط، ينال جواب الشرط. نائبا للفاعل، وعشان أجيب نائب للفاعل لازم أنا إيه؟ أجيب فعل مبني للمجهول. فعندنا تهجر الذنوب، يبقى الذنوب هنا نائب فاعل. فعلا لازما عندنا يحرص وتنتشر ويعم، لأن طبعا إيه بتحتاج فعل بس مفيش مفعول به. فعلا متعديا لمفعولين تجعل، تجعل دي بتتكرر كتير في الامتحانات يا أولاد، ليتجعلوا السلوك السيء فعلا طيبا، سلوك مفعول به أول وفعلا مفعول به تاني. جيم كفاء المعلم الطالبين المجدين، ابني الجملة للمجهول غير ما يلزم. أنا كده هشيل الإيه؟ الفعل المعلم، وكفاء هتبقى كوفيئة، والطالبين هتبقى الطالبان، والصفة اللي هي المجدين هتبقى المجدان، عشان الطالبان المجدان ما ينفعش أقول إيه الطالبان المجدين، يبقى كوفيئة الطالبان المجدان. خامسا الخط: اكتب ما يلي بخط الرقعة مرة وبخط النسخ مرة أخرى. أحلامنا كانت تعانق بعضها كوداع أحباب بلا ميعاد. أنا أكتب الكلام ده مرة بخط النسخ ومرة خط الرقعة. آخر حاجة معنا سادسا الإملاء، فهنكتب اللي يملو علينا. كده نكون وصلنا لنهاية إجابة امتحان محافظة كفر الشيخ. أرجو أن كل الطلبة يكونوا استفادوا من إجابتنا النهاردة. ياريت لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الطلبة اللي معانا. استنوني على قناة يعرف وتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.